في كيرف معنى مهم جدا بخصوص السينكرونس جنريتر اسمه الفي كيرف. احنا اللي تفهمنا عليه المحاضره الماضيه انه احنا السينكرونس جنريتر تو بارتس، واحد اللي هو الستيتور صح، واحد اللي هو الروتور. بالنسبه لنا الروتور كيف بدور؟ معاه براي موفر، هذا البراي موفر راح يحرك لي الفلكس، فبالتالي راح ياثر لي على الانديوس فولتج اللي هون. البير فيز انديوس فولتج اللي هي اي اي الماجنيت بتاعها شو هو؟ كي في فاي في اوميجا. قلنا اوميجا ما حدش يقرب عليها، ليش؟ هاي الفريكونسي تاعت الجريد، الفريكونسي تاعت البلد 50 هرتز يعني 50 هرتز بس تحويل الوحدات بضل بالاخر. والكونستانت كونستانت، بضل عندنا فاي. فاي كلياتنا عارفين انه من زمان فاي تتناسب مع اي اف. اي اف مين هو؟ الاكسايتيشن كرنت اللي هون. من وين نجيبوا الاكسايتيشن كرنت؟ اذا ذاكرين طلعنا سلكين وصلناهم يا اما بفاريبل فولتج سورس يا اما بفولتج سورس مع ايش؟ مع فاريبل ريزيستر. هيك هيك بالاخر الفيلد سيركت، الفيلد سيركت شو وصلها؟ فاريبل فولتج سورس صح ولا لا؟ فاريبل اي اف، فاريبل اي اف، فطلع معنا الاوبن سيركت كاركترستيك. الاوبن سيركت كاركترستيك اي اف فيرسس مين؟ قلنا الاي اي. هاي الكاركترستيك كلها بنعرف نتعامل معها. بنرجع نعم، مش الاي اي اللي هي تيرمينال فولتج اللي هي علاقتها مع الاي اي تمام ولا لا؟ الان هاي الاكسايتيشن شو بتاثر لي؟ بس على الاي اي ماجنتيود، بس على الاي اي ماجنتيود. الاوتبوت باور اذا اهملنا ريال باور لوسز شو بتساوي؟ بي اي تساوي اي اي ماجنتيود في فيز اللي هي تيرمينال فولتج على اكس اس ساين دلتا. بدناش ننسى هاي القانون 3 فيز صح؟ فلازم يكون في هون ثلاثة. طيب حتى نزيد الباور، حتى نزيد الباور لازم كمان الاي اي مش راح تتغير كثير، اخذنا الفولتج ريجوليشن اه؟ فالتغير اللي فيها مش شيء كبير، احنا بهمنا مين؟ الدلتا، ساين دلتا. هاي الدلتا قلنا من صفر لكم؟ ل 90 مضبوط ولا لا؟ بعد هيك بصير عندنا انستيبل ورسمنا الكاركترستيك تاعتها. فعندنا تو مودز، شو هم التو مودز؟ يا بتتحكم بالاكسايتيشن، تحكمنا بالاكسايتيشن حسب الاكزامبل اللي حليناه المره الماضيه، شو كان الهدف منه؟ نعدل الفولتيه تاعت التيرمينال، ذاكرين مش حسبنا التيرمينال فولتج ات نو لود والتيرمينال فولتج ات فول لود وقدرنا نغيرهم ونخليهم 480 على الحالتين؟ بمعنى انه ات نو لود ولا ات فول لود اللي هم التو اكستريمز، قدرنا نخلي التيرمينال فولتج كم مقداره؟ الريتد فولتج. كيف عملنا هاي الحركه؟ في حدا كان بالاكزامبل بحكي لك انه غيرنا البراي موفر؟ لا، ولا شو؟ غيرنا الاكسايتيشن. فاول شيء عندنا فولتج كنترول. الفولتج كنترول شو هذا؟ عن طريق مين؟ الاكسايتيشن سيستم. شو الهدف منه؟ احنا نعدل الفولتج دروب اللي على الارمجر. هاي الجي اكس اس الفولتج دروب اللي عليها كيف نعوضه؟ نرفع الاي اي، نرفع الاي اي فبتعوض الفولتج دروب اللي هون، فبصفي معنا الفي تيرمينال اللي هو الفي فيز. احنا دائما بير فيز اكوفلنت سيركت. الفولتية اللي هون نقدر نخليها هي نفسها او قريبه من او حسب الفولتية اللي بدنا اياها تقريبا بتساوي الفي ريتد. فهذا فولتج كنترول. هذا الفولتج كنترول عن طريق مين؟ الاكسايتيشن سيستم. شو الاكسايتيشن سيستم؟ اللي هي الروتر سيركت تمام. الان الكنترول سيركت الثانيه شو هي؟ اللي هي الباور كنترول. الباور كنترول شو احنا كنا نحكي؟ هاي الستيت ستيت كاركترستيك تاعت مين؟ تاعت السينكرونس ماشين او السينكرونس جنريتر. وهاي البي ميكانيكال كنا نقاطعهم هون عند دلتا 1. حتى اغير الاوتبوت باور، حتى اغير الاوتبوت باور لازم اسرع الشافت شوي صح ولا لا؟ طلع معي الباور بالنسبه لنا الباور شو بتساوي؟ تورك في اوميجا صح ولا لا؟ تخيل معي انا اضطريت انه هذا الجنريتر ازيد الباور تاعته، كيف لازم اعمل؟ يا بزيد التورك يا بزيد السبيد يا بزيد الاثنين صح ولا لا؟ صح. احنا كيف نشتغل بالجنريتر؟ قلنا كيف هو اصلا بدور الجنريتر؟ في برايم موفر بيولد تورك على الشافت على الروتر سيركت على التيرباين اللي حكينا عنه،
فشو بصير؟ بصير يدور. فالموضوع تورك كنترول، بنزيد التورك حتى نزيد الباور. طب والسبيد بتضل ثابتة، فاحنا بنسرعه فجأة. ذاكين قلنا واحد يسوق بسيارة دعس بنزين تسارع شوي، خلاص حقق المسافة، حقق الديسبليسمنت اللي هو طالبه، حقق لو كان بدور دوران حقق الزاوية اللي هو بده اياها. بعد ما حققها شو بده يصير؟ بده يدور بسرعة ثابتة، تمام؟ فاحنا غيرنا مين؟ دلتا. دلتا شو هي؟ الاكس اكسس. فلما تزيد دلتا في الستيبل ريجن شو راح يصير في الاوتبوت باور؟ راح تزيد. فاحنا راح نشتغل عند اوبريتنج بوينت شو معناه؟ جديدة. هذا باور كنترول وهذاك الفولتج كنترول. اذا بتلاحظ انه الباور كنترول شو ماله؟ برايم اوفر كنترول، جهه البرايم اوفر. الفولتج كنترول وين كان؟ جوا الاكسايتيشن، جوا الاكسايتيشن. واضح؟ طيب الان لما عدلنا احنا الاوتبوت باور، مش هاي معادله الاوتبوت باور اذا عملنا الريال باور لوسز؟ لما عدلنا الاوتبوت باور مين اللي راح يتاثر؟ الروتر ولا الستيتور الكتريكالي؟ نعيد السؤال. لما زدنا الاوتبوت باور مين راح يتاثر؟ الروتور سيركت الكتريكالي بنحكي، ميكانيكالي خلصنا. التربين هو المسؤول عن الميكانيك، وان شاء الله بالباور كنترول بنفصلها. نعيد السؤال. زدنا الباور مين اللي راح يتاثر؟ الستيتور ولا الروتور؟ اكيد الستيتور. ليش اكيد الستيتور؟ لانه البي اوتبوت قانونها حسب سيركت ستو 3 في فيز اي اي ساين 5، صح؟ لما بنزيد الاوتبوت احنا قلنا نزيد الباور اللود بالنسبه لنا يعني زياده كرنت، مش الفولتيه اولموست فيكس. وهاي حسب مين؟ الباور فاكتور بتاع اللود، قلنا اكسس عليها؟ ملناش اكسس عليها. فمعناته الستيتور كرنت هو اللي راح يزيد، مظبوط ولا لا؟ الستيتور كرنت اللي راح يزيد معنا هو راح يتاثر من زياده الباور اكثر شيء. نرجع كمان مره، الفولتج شو ماله؟ اولموست فيكست، مش احنا اللي بنثبته؟ يعني لو سالتكم نفس السؤال اللي طول الفصل اسالكم اياه، كلياتكم كل واحد ساكن في منطقه، كل واحد ساكن في محافظه، كم الفولتيه اللي عندكم بالبيت؟ مش كلياتكم 220؟ طب تسمعش بخط النقل انه مثلا 132 كيلو فولت، 400 كيلو فولت، 33 كيلو فولت ديستريبيوشن؟ المعنى انه انت بتحكي عن فولتج ليفل ثابت. فالفولتيه شيء ثابت ولا مش ثابت تقريبا؟ شيء ثابت. فبالتالي احنا دائما بنقول زياده اللود هي اصلا زياده باور لانها زياده انرجي، مقابلها مين؟ زياده امبير لانه الفولتيه ثابته. الان بالسينكرونس جنريتر شو عندنا؟ السبيد فيكس، فزياده اللود شو مقابلها؟ زياده التورك. السبيد شو مالها؟ بالستيدي ستيت السبيد شو مالها؟ ثابته. نشتغل احنا ان سينكرونيزم، كل شيء سيم سبيد بالستيدي ستيت. ماشي شباب؟ فنرجع السكيم الاولى، الكنترول الاول كان هدفه فولتج كنترول. فولتج كنترول دائما الفولتيه مربوطه بمين؟ بالرياكتيف باور، صح؟ والباور مربوطه بمين؟ بالدلتا. هاي فولتج كنترول بنسميها اوتوماتيك فولتج ريجوليتر، هاي بنسميها لود فريكوانسي كنترول. ليش لود فريكوانسي كنترول؟ اتذكر معي قانون نيوتن ما غيره اللي كنا نحكي عنه، سيجما فورس بتساوي ام في اي. احنا ما بنحبوش هالقانون لانه بنزمناش بالماشين. شو بنزمنا؟ سيجما تورك بتساوي جي في اوميجا باي دي تي. اي تعديل بالتورك، شو معنى التعديل بالتورك؟ تعديل بالاكسلريشن. شو يعني تعديل بالاكسلريشن؟ يعني تعديل بالفريكوانسي. فاللود والفريكوانسي كبلد مع بعض اللي هم الباور، واضح؟ فلود فريكوانسي كنترول. بعد هيك بترقى هذا السكيم اكثر وشو بصير؟ اوتوماتيك جنريشن كنترول. هذا الاوتوماتيك جنريشن كنترول في شيء اكثر من اللود فريكوانسي، ان شاء الله بنفصله بالباور كنترول. نرجع كمان مرة للجنريتر. الجنريتر في عنا ستيتور وفي عنا روتر. لا لازم نأذي الستيتور ولا لازم نأذي الروتر. الروتر بالنسبة لنا في فيلد كارنت. إذا بتجاوز الفيلد كارنت عن الماكسيمم كارنت شو بيصير بالفيلد؟ بده ينصهر، بده يحترق عنا. فلو استخدمنا نورماليزيشن
اللي هي اللي احنا بنسميها الفاريونت، ان شاء الله بنشرحها في باور 1 الفاريونت. بس ببساطه شو هي؟ نورماليزيشن على الماكسيمم او على الريتد. فلو افترضنا انه اكبر سكيل اللي هو 100% 100% من الماكسيمم، معي؟ فزياده الاكس اكسس شو يعني؟ زياده الفيلد كرنت. الفيلد كرنت شو قلنا؟ شو بهمنا؟ انه الروتر سيركت تتأدى الكتريكالي، طبعا مش ميكانيكالي، الكتريكالي، تتحمل ولا تتحملش، لانه ديمور فيها فيلد كرنت لغايه ايش؟ الماكسيمم بالنسبه لها. الواي اكسس هو الاصل انه باور، يعني هون بالنسبه لنا 100% من مين؟ من الريتد او الماكسيمم باور. اكثر من هيك طلع معي في خط هون، هذا الخط اللي هو ايش؟ الارمتشر كرنت ليميت او الارمتشر باور ليميت. تفضل. الماكسيمم ولا الريتد باور؟ في فرق بسيط بيناتهم، احنا غالبا في عندنا سماحيه اوفرلود 20%، وفي امرجنسي لفتره بسيطه، عشان هيك انا بتجنب احكي كلمه ريتد. احنا في مادتنا هون شو احنا متفقين انه كل شيء يعني ريتد يعني النيم بليت، لكن هون اوبريشن احنا ممكن نتجاوزها بس لفتره بسيطه اللي هي الاوفرلود اللي بنحكي عنه. نفس الشيء هون ممنوع نتجاوز هذا الخط، هذا الخط شو بمثل لنا؟ الماكسيموم فيلد كرنت. بعد الماكسيموم الفيلد كرنت شو بده يصير فيه؟ بده يتأدى. طيب ايش تبقى بيناتهم؟ طيب نرجع للواي اكسس، الواي اكسس شو كان بالنسبه لنا؟ الابيرنت باور الفاريونت. ليش ابيرنت باور؟ احنا شو معنات ابيرنت باور؟ دي فيز اي اي مضروب بثلاث، صح؟ مش هاي هي ابيرنت باور؟ اذا بكوساين بتصير ريال باور، اذا بساين بتصير رياكتيف باور. هاي الابيرنت باور بالنسبه لنا شو معناتهم؟ فيكست. فلو قسمناهم على الثلاث في فيز اي لود شو حتكون؟ هاي حتروح مع هاي. فالنورماليزيشن سواء كان بالنسبة للريتد كرنت يعني I لود على I ريتد، ولا S لود على S ريتد، تفرق معك؟ ما هيك هيك راح ثلاث V فيز ثلاث V فيز مع بعض، معي ولا مش معي؟ فهذا مين شو هو؟ هذا الواي اكسس. فالواي اكسس مين اللي احنا بنحكي عن Armature كرنت؟ هذا الكيرف اسمه الفي كيرف، صح الحرف اللي هون بيشبه اليو، بس احنا بنسميه الفي كيرف. بالموتور بيكون اوضح انه اقرب للفي. كمان مره، هذا الفي كيرف علاقه مين مع مين؟ علاقه الارمتشر كرنت مع مين؟ مع الفيلد كرنت. طيب شو بنستفيد من الارمتشر كرنت وشو بنستفيد من الفيلد كرنت؟ قلنا الفيلد كرنت كل ما زاد شو غير لي الفيلد كرنت؟ غير لي الاي اي. لا تغيير الاي اي، لكن الهوم ورك الشهير شو الهوم ورك الشهير بيحكي لنا؟ انه الرياكتيف باور من وين بتنتقل؟ الكيو من 1 لـ 2. ليش الكيو راحت من 1 لـ 2؟ تقريبا لانه في 1 ماجنيتيود اكبر من في 2 ماجنيتيود، صح ولا لا؟ اي معها كوساين دلتا، بس احنا بنفشق عنها هون مبدئيا معي. فالفولتيه هتنتقل، سوري، الرياكتيف باور راح تنتقل من الفولتيه الاعلى للفولتيه الاقل. فلو رسمنا الايكوفالنت سيركت بتاعت السينكرونس ماشين، اذا اهملنا الريال باور لوسز بس للتوضيح اكثر، عندنا هون اي اف وهون عندنا في فيز. إذا رفعنا الـ EF على أساس أنه هاي مشبوكة مع جريد، مع شيء فولتيكه ثابت، إذا رفعنا الـ EF وهاي الفولتيك كانت ثابتة بالنسبة لها، شو راح يصير؟ هاي المشين شو راح تساوي؟ رفعنا الـ EF، فهاي النقطة اللي هون رفعنا فولتيتها، وهاي النقطة اللي هون فولتيتها ثابتة. لا مش لسس، الرياكتيف باور راح تنتقل من هون لهون اكثر، كل ما رفعنا الاكسايتيشن ارتفعت الاي اي، فارتفع ايش؟ الرياكتيف باور. ولا لا؟ مش لسه هاي الميزان اللي حكينا عنه هي موجود هون؟ فالمعنى الاكس اكسس بيحدد لي كم الرياكتيف باور اللي ممكن اطلعها. طب لو نزلت الاي اي كثير، بتصفي معي البي فيز اعلى من الاي اي، صح؟ فشو راح يصير؟ كيف راح يكون اتجاه الكرنت؟ لا تغلطوا في شيء،
قلنا الكرنت على اي اتجاه على ايش بيعتمد اتجاه الكرنت؟ بي 1 ل 2 شو معناته؟ دلتا 1 اكبر من دلتا 2، مش هيك كثير حكيناها؟ قلنا اتجاه الكرنت اتجاه الباور عايش بيعتمد على دلتا. فهون انا سالتكم اتجاه الكرنت عايش بيعتمد، وما اعطتكم مش معلومات عن الدلتا، اعطتكم معلومات عن مين؟ عن الفولتج ماجنيتيود. الفولتج ماجنيتيود بيحدد لنا مين؟ الرياكتيف باور، لانه احنا اهملنا الريال باور بروسس. لو دخلنا الريال باور بروسس بيكون في ابروكسيميشن بسيط، بس ننساه شوي. بدنا بس هيك نستوعب الابروكسيميشن اكثر من الاكزاكت. شو الابروكسيميشن بيحكي لنا؟ انه الرياكتيف باور حتنتقل تماما من الفولتيه الاعلى للفولتيه الاقل. هاي مين؟ الرياكتيف باور. الكرنت مش رياكتيف باور، الكرنت مع الاكتيف باور، صح؟ اتذكر الاندكشن جنريتر، الاندكشن جنريتر كان بيطلع رياكتيف باور. نفس العباره هاي عيدها كثير انا. الاندكشن جنريتر كان بيطلع رياكتيف باور، طب معناته اتجاه الكرنت داخل عليه ولا طالع منه؟ طالع منه، لانه جنريتر، اندكشن جنريتر، صح؟ نفس الشيء اللي هون، لو نزلنا الاكسايتيشن، اضعفنا الاكسايتيشن، الرياكتيف باور بدها ترجع للسورس. واضح ولا لا؟ قولي واضح ولا لا؟ اكيد. طيب الان هذا تاثير الاكسايتيشن، تمام. نعيدها من هون. في الكيرف اذا بتلاحظ معي، لو اخذنا اي واحده منهم، هاي اللي هون، هذا الكيرف اللي هون مكتوب عليه b equal 0.5. شو يعني b equal 0.5؟ 50% من الريتد، مش ابيرنت باور، من الريتد ريال باور. ممكن انت تحصلها هون او هون او هون او اي نقطه على هذا الكيرف. كيف ممكن احقق ريال باور؟ قانون الريال باور شو هو؟ بي اي بتساوي 3 بي اف بي اف اكس اس ساين دلتا. كم جواب؟ اذا قلنا الخيار بي اي بحكم الاكسايتيشن، وقلنا الخيار بالدلتا بحكم البرايم اوفر، معي؟ كم خيار ممكن انا احصل منه ال 0.5 او 50% من الريتد باور؟ اثنين. كيف اثنين؟ يعني اما بنقص الاي اي او نرفع، بنقص الاي اي شوي بنزيد الساين شوي، بنقص الاي اي كثير بنزيد الساين كثير، بنقص الساين شوي وبنزيد الاي اي كثير، معي ولا مش معي؟ كم نمبر اوف سوليوشنز راح يكون معنا؟ انفينيت نمبر اوف سوليوشنز، اللي هم الانفينيت نمبر اوف سوليوشنز هذا الكيرف كامل، تمام؟ هذا الكيرف شو بيمثلنا؟ انت لو بدك تطلع ريال باور مقدارها 50% من الريتد باور، ممكن تشتغل على اي نقطه هون. شو يعني نشتغل على اي نقطه هون؟ يعني انه الاكسايتيشن ممكن يكون بهاي القيمه، ممكن الاكسايتيشن يكون بهاي القيمه، ممكن الاكسايتيشن يكون بهاي القيمه، صح ولا لا؟ شو معناته انه الاكسايتيشن بتغير؟ معناته انه المشين هاي حتطلع او تستهلك رياكتيف باور، والدليل هي هون. تعالوا نشوف، لو نزلنا الاكسايتيشن عن هذا الحد، يعني هاي النقطة فرضا 4.4 بالعشرة، لو نزلنا الاكسايتيشن عن هاي النقطة راح يظهر معنا انه الجنريتر بده يستهلك رياكتيف باور. الجنريتر بده يستهلك رياكتيف باور، ليش الجنريتر بده يستهلك رياكتيف باور؟ لانه الاي اي نزلناها، الاكسايتيشن اللي هون عالي ولا الاكسايتيشن اللي هون عالي؟ مين اعلى، الاكسايتيشن اللي هون ولا الاكسايتيشن اللي هون؟ اللي على اليمين الاكسايتيشن اعلى. شو معناته انه الاكسايتيشن اعلى؟ قدره الجنريتر انه يطلع رياكتيف باور موجوده اكثر وين؟ كل ما اقتربنا من 100% من الماكسيمم اكسايتيشن. صعبه هاي؟ عيدها. كل ما زدنا الاكسايتيشن، كل ما زدنا الاكسايتيشن صارت المشين او الجنريتر، السينكرونس جنريتر قادر يعطي شو؟ رياكتيف باور. شو يعني قادر يعطي رياكتيف باور؟ يعني قادر يغذي لود اندكتيف ولا كاباسيتيف؟ اندكتيف. فتعالوا نشوف مثلا هذا الكيرف، هذا الكيرف، هذا الكيرف بيمثل لنا 0.85 لاجينج مين؟ جنريتر ولا لود؟ لود. لاجينج مين؟ لود. والجنريتر شو بده يكون؟
بده يعطي رياكتيف فولت صح. هنا اذا شغلنا الجنريتر عند هاي النقطه عند هاي النقطه شو معناته؟ انا بعطي الرياكتيف باور شو معناها؟ طالع من الجنريتر رايح على مين؟ لللود. طب لو اخذنا النقطه اللي هون، لو اخذنا النقطه اللي هون السهوان احنا كنا بالاول A وانتقلنا للنقطه B، كيف انتقلنا من A ل B؟ لما نزلنا الاكسايتيشن من هاي الفاليو لا هاي الفاليو اه ولا لا؟ يعني كنا عند اكسايتيشن مثلا 6.8 نزلنا الاكسايتيشن ل 3.8. ليش هيك عملنا؟ كان هيك بده الفولتج كنترول او الرياكتيف باور كنترول. الان هذا اي لود كيرف؟ 0.95 هذا 0.95 ليدنج مين؟ ليدنج لود. ايش يعني ليدنج لود؟ اللود كاباستر طلع رياكتيف باور، وين راحت؟ رجعت على الجنريتر. طب الجنريتر هو محتاج رياكتيف باور؟ اه طبعا هاي الحاله محتاج. احنا نزلنا الاكسايتيشن، لما نزلنا الاكسايتيشن الدي سي فيلد اللي هون اللي بيدور الرياكتيف باور اللي بنتجها شو صار فيها؟ قلت. فبالتالي صار هو محتاج، او بالعكس شو هي؟ انه اللود المشبوك مع هذا الجنريتر شو طلع؟ كاباستر. فشو خلينا؟ خلينا السينكرونس جنريتر محتاج. كيف خليناه محتاج؟ نزلنا الاكسايتيشن. طيب أقل أمبير عند هاي الحالة اللي هي 50%، أقل أمبير عند وين؟ عند النقطة هاي. هاي النقطة هاي شو بتمثلنا؟ يونيتي باور فاكتور. مش هذا بتناسب تماما مع اللي درسناه بسيركت السوق؟ إنه أقل كارنت عند وين؟ I شو بتساوي؟ S I magnitude. S magnitude على V magnitude صح؟ بدون الكونجيكت لأنه magnitude بنحكي. الأس شو هي؟ V plus Q square على V magnitude. أقل current عند متى؟ زيرو. عند reactive power شو بتساوي؟ زيرو. نفس الشيء. إذا أنت طلبت من الجنريتر ما يطلع reactive power، ليش ما بده يطلع reactive power؟ لأنه اللود اللي مشبوك معه شو ماله؟ resistor. بما أنه اللود اللي مشبوك معه resistor أقل armature current احتجنا. كل ما بدك تطلع reactive power أكثر شو محتاج؟ أمبير أعلى. مظبوط ولا لا؟ انت كيف طلعت رياكتيف باور اعلى؟ زدت الاكسايتيشن، بس بنفس الوقت شو اضطريت تساوي؟ تزيد مين؟ الارمشر كرنت صح؟ مش هاي العلاقه شفناها قبل هيك بالشورت سيركت كاركترستيك انها اولموست لينير؟ ها؟ طيب انه زياده الفيلد كرنت بدها تزيد لنا الارمشر كرنت مع ثبات الفولتيه. طيب هذا الفي كيرف. ناخذ كيرف ثاني احتياطا. دكتور بس شو يعني زيرو باور فاكتور؟ كيف ما. ليش بدي كرنت زيرو باور؟ كيف فهم انت بالنسبه لك شو معناته زيرو باور فاكتور؟ يعني ما فيش ريل باور، يعني اللود يا اما بيور اندكتيف يا اما بيور كاباستيف. بس هو قاعد بيحكي لك عن الجهه اللي هون زيرو لاجينج لود. شو يعني زيرو لاجينج لود؟ اللود عباره عن اندكتنس بس. كم الباور فاكتور تعرف؟ شو الباور فاكتور تعريفه اصلا؟ 90. انسى هذا ماث كوساين. كم استهلكت ريال باور؟ من كم وصلت شركة الكهرباء يا حرام مضطرة توصل لأي مصنع لأي بيت ايش؟ ابيرنت باور. بس يا حرام بتحاسبك شركة الكهرباء على مين؟ على ريال باور لحالها. فهذا هو بالنسبة لنا الباور فاكتور. فاندكتيف لود بيور اندكتيف لود كم الريال باور تاعته؟ زيرو. فيا حرام شركة الكهرباء وصلت لك رياكتيف باور وانت ما حسبتها ولا على شيء، عشان هيك زيرو باور فاكتور. تمام. النقطة هاي اللي هون كانت بتمثلنا اليونيتي باور فاكتور صح؟ قبليها كان اللود مش الجنريتر. اللود شو ماله؟ ليدنج صح؟ بعديها اللود شو كان؟ لاجنج. طيب هاي المنطقة اللي هون اللي احنا قاد المشين قادرة تستهلك رياكتيف باور بنسميها اندر اكسايتيشن. المنطقة اللي الجنريتر قادر انه يزود رياكتيف باور رفعنا الاكسايتيشن، فشو بنسميها؟
over excited. شو اللي بيخليك تشغل الجنريتر او الجنريتر انه اوفر اكسايتيشن ولا اندر اكسايتيشن؟ حسب الباور فاكتور تاع النود، صح ولا لا؟ واضح الفي كيرف ولا مش واضح؟ طيب كمان مره، الفي كيرف علاقه مين مع مين بسرعه نشير وياها؟ علاقه مين اي ار متر مع اي اف، حتى نرسمه بنرسم في كيرف هاي، بس قلنا ما بنتجاوز حد معين اللي هو الماكسيمم فيلد كرنت، وما بنتجاوز الماكسيمم ارمتشر كرنت. في منطقة ثالثة كمان بنهتم فيها، شو هي المنطقة الثالثة اللي بنهتم فيها؟ اللي هي الثيرمال ليمت او الهيتنج ليمت. الهيتنج ليمت وين بتشوفوها؟ شايفينها هون، هاي الهيتنج ليمت من وين جاية؟ تخيل معي انا ماخذ كرنت هون، هاي الكرنت اللي هون تحت الماكسيمم، وفيلد كرنت ماله ماشي حاله. هاي مشكلتنا اللي هون، انت لما بتحتاج لارج ريلاتيفلي لارج ارمتشر كرنت ات لو اكسايتيشن، روح للماشين، روح الالكتروماجنتيك ديفايسز كلياتهم، شو هو؟ الفلكس. الفلكس بتناسب مع اي اف. اذا الماشين الفلكس تاعها ويك ضعيف، شو معناته؟ الماشين نفسها ضعيفه. فتخيل معي احنا ضعفنا الماشين بايش؟ بضعف الفلكس تاعها عن طريق الايش؟ الاندر اكسايتيشن، وطالبناها بشو؟ بهاي كرنت، بهاي كرنت، وهذا الكرنت كاباسيتيف. شو عرفني انه كاباسيتيف؟ ليدنج لود. فشو راح يصير معنا؟ شو راح يصير معنا؟ راح تدمر الماشين. تخيل معي الاي اف لو، اي اف لو، فاي شو ماله؟ لو. فبالتالي مين الاي اي ماجنيتيود شو مالها؟ برضه لو. طب انا شو قاعد بدي؟ بدي بالاخر مثلا كونستانت باور. شو بضطر انا اضربها بامبير شو ماله؟ عالي. مش مشكلتنا مع الامبير العالي، لانه احنا ما تجاوزنا الليمت، بس مشكلتنا انه هيك الماشين انت اضعفها وبتطالبها بشو؟ بامبير عالي بالنسبه لقدراتها اللي انت اضعفتها. فشو راح يصير فيها؟ هيتنج بسبب الفلكس العالي، انت سوري بسبب الارمتشر كرنت العالي، ماشي؟ بالنسبه لقدراتها صار عالي، واضح؟ هاي المنطقه الهيتنج ليمت. برضو العلاقه تخيل معي شو مالها؟ لينير. ليش لينير؟ نعرفين كل ما زدنا الفيلد زدنا قدره المشين. فلو عند فيري لو كاباسيتيف كرنت شو راح يصير معنا؟ ما بنتحمل مثلا 0.44، لكن لو زدناها ل 0.2 نتحمل مثلا 0.5 ارمشر كرنت. فكل ما زدنا الفيلد صارت قدرتنا على تحمل الارمشر كرنت شو معنا؟ اعلى. هاي اولموست هاي لينير وهاي اولموست لينير. تفضل. طب سامحني شنو النوت صح؟ بهمني باور بس. بهمني احنا بنحكي ماجنتيود صح؟ ماجنتيود بس. احنا يفترض انه نوع اللود هون واضح معنا. ليش احنا لاندر اكسايتيشن؟ لانه اللود شو ماله؟ ليدنج لود. ماشي؟ طيب السؤال ليدنج لود، هو في ليدنج لود بالحياه؟ في الترانزيشن لاين مرات بكون كباسيتيف، اتلايت لود او اتلو لود الترانزيشن لاين بكون كباسيتيف. برضه هذا ان شاء الله بنفصله تماما بماده الباور كنترول. بعرف كثير حكيت عنها الباور كنترول، بس انا صدقا يعني ثاني اهم ماده بالتخصص بعد الفولتج. في حد عنده مشكله مع الفي كيرف قبل ما اتجاوزه؟ لانه راح نرجع له وهو موتور، هذا جنريتر راح نرجع له وهو موتور، نفس الكونسبت وراح يتغير عليه شيء. اهم ثلاث مواد في تخصص الباور سيستم، مش تخصص الباور، باور تو الباور كنترول والبروتكشن حسب الترتيب. لو احتجنا نشغل تو جنريترز ان بارلل، احنا المره الماضيه ذاكرين شرحنا وان جنريتر ستاند الون سميناه، او قلنا ايش؟ ايلاندد سيستم. الان لو كان عندي جريد كونكتد سيستم، كيف يعني جريد كونكتد سيستم؟ عندنا شبكه وشغاله، هاي الشبكه الشغاله معها انفينيت بس. كلمه المقصود بكلمه انفينيت بس انه انت شو ما سحبت منه باور؟ ما
الفولتيه ثابته والفريكونسي ثابته، بمعنى انه ستيبل السيستم اليوم. هذا الجنريتر بدنا نشبك معاه برضه بالخدمه النيو جنريتر. هذا النيو جنريتر اكيد سينكرونس جنريتر لانه موضوعنا، اكيد في هون لود موجود معنا مش موضوعنا. في هون لود وجود النيو جنريتر، كيف بدنا نشبك تو جنريترز مع بعض؟ تخيل معي بس هيك للتقريب، مش هدفنا نشرح البروتكشن. كم فولتيت ايه على اي فيز عندك بالبيت او بالحاره؟ 220 فولتيت بي كم بتساوي؟ برضه 220. لو لمس السلكين بعض 220 لمس 220 حيصير شيء؟ نفس الفولتيت لمسوا بعض حيصير شيء؟ اه والله لا جاوب اتوقع لا يعني عمرك هاي ساين طبعا في جدل الاثنين ما تنسوش جدل الاثنين صح حرام انت ساين اوميجا تي بلس ثيتا اي او اللي هي صفر مثلا لفيز اي وهون ساين اوميجا تي شو ماله ناقص 120 فرسمتهم يا شباب يا شباب رسمتهم هيك ابدا مش بروش بعض في لحظات بتساوي نادرا بالنسبه يعني هاي اللحظه من 360 درجه ولا شيء فعشان هيك انت بتخليهم يتلامسوا هون زي كانك لامست 220 مع صفر او هاي النقطه فاليو مع نيجاتيف فاليو لامست تو ديفرنت فولتجز زي كانك جبت بطاريه يعني حد عمره شاف يعني سياره شغاله وشبكت بطاريتها مع بطاريه سياره خربانه اول شيء شو راح يصير شراره لانه الفولتيه تماما مش زي بعض مع انهم قراب على بعض مش كثير بعاد عن بعض ومع ذلك صار شراره كبير فكيف انت بتقول لي في لحظه فولتي اللي هون والفولتي اللي هون بيج ديفرنس بيناتهم انت عملت لاين فولتج مش الفولتي اللي هون والفولتي اللي هون يا ديفرنس يا سميشن ولا لا واضح ولا مش واضح فانت دائما ما تاخذش الرقم انه رقم هاي ال 220 وراها كثير شغلات ما تخلي المات اللي في المحاضره ينسيك الهندسه اللي انت يفترض تطلع فيها هاي ال 220 شو هاي ار ام اس لمين للفيز فاليو شو يعني ار ام اس للفيز فاليو فولتيت اي اللي انت عايش معها هاي شو هاي فولتيت اي جذر الاثنين في 220 في ساين او في كوساين مع فيز شيفت ما حدش بيعرف ما بنقدرش نعرف لغايه يعني بدون اجهزه البي ام اس مش موضوعنا كيف نعرف فالمعنى ليش بنحكي هذا الكلام مش هدفه دائما اراجع سيركت ستو لا لانه سيركت ستو اساس تخصصنا كلياته بدونه بضلنا نعرج الخمس سنين الان لما انا بدي اشبك جنريتر مع جنريتر او مع باور سيستم اصلا شغال سيستم انت ما تحسسش من كلمه باور سيستم سيستم شغال او جنريتر اصلا شغال لما بدي اشبكهم ان ما كانت الفولتيه اللي هون والفولتيه اللي هون تماما او قريبين جدا من بعض وهاي اللي هون وهاي اللي هون قريبين جدا من بعض نفس الاشي شو راح يصير عندي راح يكون بدال ما انا دخلت جنريتر بالخدمه حتى يساعد اخوانه شو حيساوي هيعمل فولت لانه سلكين لمسوا بعض حسب رايكم شراره كبيره صح ولا لا شو يعني شراره كبيره يعني فولت ايش يعني اشي عمل شراره يعني اشي فقع بالنسبه لنا فهذا بالنسبه لنا شرط البارلل اوبريشن لازم البارلل اوبريشن ما يدمر الجنريتر الداخل بالخدمه ولا يأذي السيستم نفسه انه يعدل عليه فلوجيكلي لازم الفولتي اللي هون بتساوي الفولتي اللي هون والفولتي اللي هون بتساوي الفولتي وهلم كيف بدنا نحققه احنا كل اللي عندنا هاي كيبل فرضا مع انه مش شرط يكون طالع منه ثلاث اسلاك وهاي الجنريتر الثاني طالع منه ثلاث اسلاك هنا في السينكرونس جنريتر النيو وهنا في الاولد كيف بدنا نشبكهم هذول الاثنين مع بعض اول شيء بدنا نحقق شرط الفولتيه كيف نحقق شرط الفولتيه بنقيس الفولتيه اللي هون والفولتيه اللي هون شو بنخليهم نفس اللاين فولتج ونفس الفيز فولتج واذا كان نفس اللاين فولتج لانه كل شيء بالانس بالنسبه للجنريتر اذا كانوا نفس اللاين فولتج اللي هون ونفس اللاين فولتج اللي هون امورنا تمام كيف قسناهم قسنا اللاين فولتج اللي هون وقسنا اللاين هاي الفولتيه اللي هون قسناها وقسنا اللاين فولتج اللي هون بضمن الزاويه هاي اللاين كماجنتيود انا بالاول شو حققتهم
كماجنتيود انه الفولتج اللي هون نفس الفولتج اللي هون نفس الفولتج اللي هون نفس الفولتج اللي هون نفس الفولتج. فبالنسبه لنا بالاول شيكنا فولتج ماجنتيود، بس هذا الفولتج ماجنتيود زي ما اتفقنا لوحده مش كفايه، والدليل فيز A مع فيز B بلمسوا بعض بدمروا الدنيا زي ما حنتعلم في باور 2 مش في باور 2. طيب هاي خلصنا الحاله الاولى. الحاله الثانيه عفوا يعني مين A مين B مين C، ولا الجماعه اللي هون ينقولهم مين A ومين B ومين C، والجماعه اللي هون يختاروا مين هون ومين مين A، وتجرب حظنا ما حظكم بين بالامتحانات شو راح يطلع كله غلط مظبوط ولا لا. واضح بكون ملورين بكون هذا ريد يلو بلو صح؟ هذا ريد يلو بلو مشبوك هون، مش شرط اللي شبكوا بالجنريتر شبكوا بنفس الاشي، بلكي في وصل بالنص تغيرت الالوان، فالالوان ملهاش معنى الا عند الاطفال مرات يعني. شوف السيكونس كيف؟ شوف السيكونس بالاول بدنا نشوف السيكونس. كيف بدنا نشوف السيكونس؟ بدنا نتاكد انه الفيز اللي هون ايه مع اي ايه هون، كيف بدنا نقرر مين ايه هون؟ لا بنقيس الفولتية من هون مش على الحظ، فيش شيء على الحظ، أنت مهندس صح؟ بنقيس الفولتية اللي هون وبنقيسها مع هون وبنقيسها مع هون، أقل فولتج ديفرنس معناته هو أقرب إيه عليه، مش هاي وهاي وهاي شفتت عن بعض 120 درجة؟ أكيد في واحد منهم أكيد أقرب، ما هو مش كلهم زي بعض، يعني أنت أرسم 3 فيز صح؟ هاي 3 فيز، تشبه خلينا نستغل من هذا. هاي الرسمة اللي رسمناها بالغلط اعتبرها فيز A اللي احنا بنشبكه بالخدمة. مين اقرب واحد عليه؟ هذا. مين الثاني؟ قررنا انه اقرب واحد عليه بحكم الفولتج ديفرنس هذا. فشو بنساوي؟ بنستخدم الالوان، هذا عليه احمر هذا عليه احمر ماشي. فاحنا قلنا هذا الفيز نفس هذا الفيز A مع A، نفس الحركة عدناها هون نفس الحركة عدناها هون، هيك احنا كنا نسميها ايام شبكه الكهرباء، مع انه مش عشان دام الجنريتر مع بعض، كنا عشان نوصل كوابل، بس هي نفس الفكره، كنا نسميها نخاول فازات. شو يعني نخاول فازات؟ نشوف كل فاز ايش اقرب واحد له، معي؟ واضحه هاي ولا اعيدها؟ مين عنده مشكله؟ بعد ما قررنا انه مين A ومين B ومين C، احنا شغالين بوزيتيف سيكونس، فبنعرف انه بالاول A leads B leads C، فإذا هاي positive sequence بالنسبة لنا بعد مخاوات الفازات اللي حكينا عنه بصفي هاي برضو positive sequence، أو إنه إذا هاي positive sequence هاي positive sequence. ما خلصنا إحنا شو ضل؟ ضل إنه لو رسمنا A لو رسمنا A شو معنات فيز؟ هاي A اللي من جهة النيو A new A من جهة الأولد كيف راح تكون؟ فيز A طبعا نفس الشيء يعني فوق بعض هذين الشبكتين مع بعض اكيد بيناتهم ديلي. ليش اكيد بيناتهم ديلي او غالبا بيناتهم ديلي؟ ليش غالبا بيناتهم ديلي؟ شو معنات فيز؟ انا بلشت ارسم فيز A مش هيك هو كان السينكرونس جنريتر؟ هاي نورث وهاي ساوث وهاي الستيتور. لو فرضا البيك تاع الفيز A كان هون البيك تاع النورث سوري البيك تاع السن، حدنا اول ما حركنا البرايم موفر ب 50 هرتز او ب 60 هرتز كانوا لحظه ما كانوا جاهز انه يطلع باور كانوا هيك، فمعناته شو معنات الزاويه اللي بيناتهم؟ زيرو. طب بلكي بالنسبه للرفرنس هون معي ولا مش معي؟ طب الجنريتر الثاني لما احنا شغلناه معقول الروتر بوزيشن اللي هون نفس الروتر بوزيشن تبع الجنريتر اللي هون؟ فموقع الروتر بوزيشن شو؟ تخيل معي انت زي الحظة تبسنا كبسة ظل الشافت يدور لغاية ما هدي، وين هدي الشافت؟ هدي هون هدي وقف وهو هون مع النورث ولا وقف النورث وهو هون؟ في حدا بيعرف؟ فعشان هيك موقع النورث بالنسبة لنا الانيشال كونديشن تبع النورث بيأثر علينا بالفيز، لأنه شو يعني فيز؟ كم بده تمنى يوصل البيك؟ واضح ولا مش واضح الفيز كيف جاي؟ فمستحيل أو يعني ما حدش عنده الحظ انه ايه الجديد وايه القديم يكونوا انفيز مع بعض تماما هم قريبين من بعض ولا مش قريبين من بعض؟ اكيد قريبين من بعض. شو بس شو ضل في فرق بسيط بيناتهم. عشان الفرق البسيط اللي بيناتهم مضطرين نستخدم طريقه اسمها الثري لامبس ميثود. في طرق كثيره وفي اجهزه اصلا شغاله معنا السينكروسكوب
السنكروسكوب وظيفته يلاقي النقطة هاي اللي هون ويدمج بيناتهم، يسكر السويتش بيناتهم. ليش اختار النقطة هاي؟ لأنه هاي النقطة تساوي الفولتية. شو يعني تساوي الفولتية؟ فيش سبارك. شو يعني فيش سبارك؟ فيش أذية. واضح؟ طيب هذا بخصوص A. طيب شو بخصوص B وشو بخصوص C؟ ما هو طلع معي، أنا مش جايب معي ألوان اليوم. لو بدي أرسم B هاي A هون، قررنا إنه في A داش، شو مالها؟ في يا ريد يا لاج بزاوية بسيطة. طب لو بدي أرسم B كيف رح يكون B؟ B الحقيقي هي هون أو B النيو هي هون أو B برايم برضو شفت عن الدوتد لاين برضو ب 120 درجة. بمعنى يعني في اللحظة اللي بيكون هذا same voltage، هذا شو بده يكون؟ برضو same voltage وهذا المجال. فإذا زبطت معنا لطريقة واحدة تزبط الثانية. احنا شو رح نستخدم؟ الثري لامبس ميثود. شو الثري لامبس ميثود؟ الثري لامبس ميثود هاي بس بدرسهم السويتش. تخيل معي انه في هون بسيط لمبة هون عندنا، ونفس الشيء في هون لمبة تانية. متى اكبر شدة للإنارة؟ بس يكون فرق كبير لما يكون الفولتج اعلى ما يمكن. الفولتج ديفرنس بين هاي النقطة وهاي النقطة أعلى ما يمكن. لو تركت لك حرية الخيار إنه تلاقي لحظة تسكر فيها السويتش متى؟ بس تطفي لمبات. بس يطفو ثلاث لمبات، صح؟ كيف دكتور؟ بس يطفو ثلاث لمبات شو راح يكون؟ ال نيو وال اولد لحظيا زي بعض. بي النيو وبي الاولد لحظيا شو مالهم؟ زي بعض نفس الشيء سي. أه ولا لا؟ واضح؟ فمعناته بنستخدم اوتوماتيك سيستم، لانه احنا بنظرنا تخيل معي اول ما يطفوا اللمبات انا بدي اقرر ايش احرك ايدي. حتى لو قلنا ايدي على السويتش هذا الثري فيز سويتش اللي عندنا، في بوش بوتوم سويتش موجود. ذاكر البوش بوتوم ولا اللي شرحته ولا مش مر عليكم؟ اكيد فيديو زمان. طب الحمد لله. طب لحظه انا ايدي عليها هاي الكبسه، شو شفتهم طفوا كبست الدليل اللي بيناتهم، معناته بطلوا طافيين، صح؟ فلازم يكون الموضوع اوتوماتيك. ممكن يكون باليد بس صعب كثير. معي ولا مش معي؟ فالثري لامبس ميثود اخر خطوه معنا. قبليها في مشكله، شو هي؟ الترانزيانت. يعني لو انا رسمت لك السيد ستيت كاركترستيك تاعت الاندكشن موتور اللي هي اهم شيء في مادتنا، تقدر ترسم لي اياها لو طلبتها منها؟ ذاكرينها؟ هاي الستيد ستيت كاركترستيك زي ما هاي الستيد ستيت كاركترستيك تاعت السينكرونس جنريتر. بالترانزيت تخيل معي لحظة الستارتنج كيف حتكون؟ هاي هي الكاركترستيك مع شوية ابروكسيميشن. شو معناته؟ احنا جينا هون، شو هاي المنطقة اللي هون؟ التورك نيجاتيف والسبيد بوزيتيف، يعني جنريتر. فبلحظة الستارتنج ممكن هو اندكشن موتور ممكن يمر في لحظات شو هو جنريتر. نفس الشيء احنا هذا الجنريتر اللي داخل بالخدمة، احنا ليش شغلنا هذا الجنريتر؟ لانه محتاجينه يولد باور لانه اللود زاد. فجأة ممكن لسبب ترانزيت شو ممكن يقلب موتور في لحظة. تخيل معي هذا يستوعب الانفينيت بس انه دخل بالخدمه مش جنريتر انه موتور. شو يعني؟ غديت امبير وهذا اقتنع انه هو موتور. شو صار؟ هذا حرام تكسر. ليش تاذى؟ لانه في برايم موفر بقول له اشتغل جنريتر واجا فورس شو بتقول له؟ اشتغل موتور. فشو صار؟ دمر الشافت. واضح؟ غير انه يا حرام احنا جايبينه عشان يساعدنا مش عشان يأذينا، عشان نخلص من هاي الحاله. تتوقع افضل نرفع الفولتيه ولا نقلل الفولتيه؟ اللي بجاوب له 5000 لا نرفع ولا نقلل الفولتيه ملهاش دخل. اللي دخل مين؟ موتور ولا جنريتر؟ السبيد اللي هي الفريكوانسي. فبنرفع الفريكوانسي شوي
نرفع الفريكوانسي تاعت النيو جنريتر شوي. ليش؟ بدل ما هو 50 هرتز 50 واحد بالعشرة مثلا 51 هرتز مجازا. ليش هذا الاشي؟ عشان اضمن انه هو ليدر. شو يعني اضمن انه هو ليدر؟ انه هو اللي يولد، هو اللي يعطي باور، صح ولا لا؟ طيب بعد هاي الفريكوانسي البسيطه اللي زدناه بعد ما دخل بالخدمه شو راح نساوي فيها؟ راح تموت لحالها. ليش تموت لحالها؟ لانه السينكرونس جنريتر كمان مره شو عندنا؟ عندنا اير جاب فلكس بسبب الستيتور، فاي ستيتور او بي ستيتور كما نرسمها، وعندنا بي من مين؟ من الروتر. شو الريلاتيف سبيد بيناتهم؟ زيرو. طب تخيل معي احنا دخلنا الروتر بالخدمه ب 50 واحد بالعشره هرتز، واضح؟ اول ما شبكناه بالخدمه صار في الاير جاب فلكس كم؟ 50 هرتز. بحكم مين؟ انه الجريد اللي هون شو سميناها؟ انفينيت بس. شو يعني اقوى من هيك؟ ما فيش. يعني احنا بنشبهها يعني طفل بيمشي واجى وضاح بركض مسك الطفل، حتكون السبيد تاعك وضاح ولا السبيد تاعت الطفل؟ تاعت وضاح، انه وضاح مش سائق الطفل، صح ولا لا؟ المعنى انه الكبير هو اللي بيحدد. احنا ايش قلنا؟ انفينيت بس ونيو جنريتر. معقول هذا النيو جنريتر اكبر من كل الاولد جنريترز؟ فبالتالي مين مسؤول عن السينكرونس فريكوانسي؟ الانفينيت بس. فهاي البوينت 1 دغري حتختفي معنا. ماشي؟ كمان مره ليش نرفع الفريكوانسي شوي؟ عشان ما يصيرش موتور، صح؟ عشان نضمن انه الباور طالعه منه بالترانزنت. شو هي الترانزنت؟ اللي هي السويتشنج اللي صار عندنا هون. تفضل يا وزير. طبعا ما زيد شوي، ايش اللي بده يفرق ما يصيرش موتور؟ هو ليد، الدلتا تاعته اعلى، هو ليدر. ما احنا متى بدي الموتور ومتى الجنريتر؟ قلنا الفلكس ليدز الفلكس، صح؟ مين الفلكس الاولاني؟ اذا الروتر ليدز الستيتور معناته احنا الجنريتر، صح ولا لا؟ ميكانيك ليدز الكهرباء. لكن لو بسبب الترانزيانت لانه هذا سترونج وهذا لسه نيو ممكن تنقلب بالآية. اذا انقلبت الآية راح يفصل هذا بحكم البروتكشن قبل ما يتدمر. احنا ما بدنا اياه يرد يفصل. شو بدنا نساوي؟ نرفع الفريكونسي. لما نرفع الفريكونسي هو اجباري ليدر بالنسبه لهيك الجروب. ليش ليدر؟ لانه هو اسرع، واضح؟ فهو حيكون زاويته اعلى. تمام. هاي الفريلانس بتقدر تحكي عنها. طب ليش ما احط بس لام واحد؟ لام واحد مرات لحظيا بتساوى او بتخف الضوء بدون ما يكون تساوي الثلاثه سوا. انا بدي الثلاثه شو مالها؟ تساوي. في طرق ثانيه انه تستخدم تو دارك ميثودز، وان لام، تو لام، وان دارك ميثود، انه وحده طافيه وحده شغاله. في كثير طرق بس احنا بنشرح الابسط واحده والاسهل واحده. وهيك كل الموضوع اوتوماتيد. طيب. في مواضيع غالبا انا بشرحهاش، لكن من الاعتبار من الفصل هذا انا بدي اصير اشرحها. ليش بدي اصير اشرحها؟ لانه الباور كنترول انا عارف انه راح تلتقى على الصيف، ما حدش حسجل فيها ومعيش وقت انه بحكم اللود اللي معي، لانه ما فيش دكاتره جداد، فالباور كنترول نوعا ما لا تنقرض، يعني ببطل حد ياخذها. لانه الماده صح فيها علامات بس فيها صعوبه، بس فيها علامات بتخوف. المهم فمضطرين انه ماده السينكرونس جنريتر هاي نوسعها اكثر، وبحكم انه عندنا فيديوز فمعناته بقول للطالب احضر الفيديو واستمتع، ماشي؟ ففي موضوعين اللي هم الاول اللود كابابيلتي كير. اللود كابابيلتي كير والثاني اللي هو الميدو اللي هو الهاوسينج دياجرام. حكينا قبل شوي انه احنا لما بنحتاج نغير الاوتبوت باور بنخليه يتسارع، صح ولا لا؟ مش هيك حكينا بالترانزنت؟ عشان نخليه يتسارع لازم الفريكوانسي تختلف، صح ولا لا؟ في الترانزنت المشكلة اللي عندنا لو كان سينجل جنريتر، سينجل جنريتر بمعنى سينكرونس جنريتر بيغذي لود دائما، هذا السينكرونس جنريتر لازم يكون شغال على 50 هرتز دائما على 50 هرتز. لكن لو كان عندي تو جنريترز مع بعض، اي تغير باللود اللي هون الاثنين راح يحاولوا يتفاعلوا معه. تفاعلهم الاثنين مع بعض في نفس الوقت لنفس الاوبريتنج بوينت بيخلي عذرا على الكلمه فايتنج بيناتهم. كيف يعني فايتنج بيناتهم؟
كل واحد فيهم بحكم الكنترول اللي معاه شو بده يساوي؟ بده يعدل الفريكوانسي، تعديل الفريكوانسي بده يزيد الباور، هذا نفس الشيء بده يعدل الفريكوانسي فبده يزيد الباور، فراح يصير في فترة انه الاثنين بيعدلوا، ففي لحظة تعديلهم الاثنين معناته في جينيريشن اعلى من اللود، شو بده يقرروا؟ ينزلوا، لما الاثنين ينزلوا شو راح يصير؟ يعني في جينيريشن اقل من اللود، وراح نضلنا بهذا الفايتنج ومش راح نخلص منه. عشان نخلص من هاي النقطة شو بنعمل؟ بنستخدم الدروب كنترول. الدروب كنترول كلمة دروب لا تساوي دروب بس بالآخر احنا بنستخدمها دروب. اه شو يعني دروب؟ انخفاض. المقصود بانخفاض للكاركترستيك اللي هون، اذا انت بدك تزيد الاوتبوت باور زيدها ما فيش مشكلة، بس بالمقابل شو تعمل بالفريكونسي؟ نزل الفريكونسي. هاي سبيد، شو يعني سبيد؟ شو معنى سبيد؟ فريكونسي صح؟ ات نو لود ممكن نكون عند فريكونسي معين، وات فول لود حنكون عند فريكونسي معين، بس اطمئن هذا الكيرف هذا السلوب مش كثير ديب، بمعنى من 2 ل 5 بالمئة. طب وين سينكرون سبيد؟ السينكرون سبيد ممكن تكون هون، ممكن تكون هون، ممكن تكون هون. والله المفروض بشكل طبيعي هو بيشتغل عند سينكرون زين صح؟ لا هو بيشتغل جنب السينكرونس، بس الباور سيستم كلياته ات سنجل سينكرونس فريكوانسي، بس كل جنريتر مش تماما. احنا شرحناها قبل شوي 50 و1 بالعشرة ظهرت معنا ما ظهرتش معنا بالاخر الجريد كم الفريكوانسي تاعت 50 هرتز معي؟ فعشان هيك شو راح نساوي؟ راح نعدل نضيف R regulator لهذا الجنريتر أو R لهذا الجنريتر اللي هو الدروب كاركترستيك. هاي الدروب كاركترستيك شو معناتها؟ أنت إذا بدك باور أعلى بدك تنزل الفريكونسي. حتى هاي الكيرف ممكن نغيره نخليه هون أو نخليه هون أو نخليه هون، عشان هيك يعني هاي الكاركترستيك إحنا بنرسم. شفتوا هاي الكاركترستيك قبل هيك؟ تعال مين؟ بتاعت الدي سي موتور هي نفس الشيء، هي اصلا جاي من دي سي موتور، تغييرها تغيير الاكسايتيشن او بالار بتاعت الدي سي موتور ماشي. فبالاخر شو راح نستفيد من هذا الشيء؟ راح نستفيد انه لو كان عندي تو جنريترز ان باراليل كيف نقرر الباور شيرنج اللي بيناتهم؟ بتعرف معادله الخط المستقيم صح؟ هاي هذا السلوب اللي هون كتبناه معادله الخط المستقيم عشان نرسم السلوب احنا قررناه، وعندي الفريكوانسي ات نو لود والفريكوانسي ات سينكرونيزم. هاي بس النقاط بتكون جيفن معنا، عارفين انتو السينكرونيزم والفريكوانسي ات نو لود. ضل شو نساوي؟ نشوف لو كان عندي تو جنريترز كيف رح نتعامل معه. هاي معي لو كان عندنا تو جنريترز الاثنين الكاركترستيك بتاعتهم فلات. كيف يعني فلات؟ سينكرونس فريكوانسي بغض النظر عن اللود. شو الواي اكسس؟ فريكوانسي. شو الاكس اكسس؟ الاوتبوت باور. ما قصدي انه نيجاتيف باور، قصدي الكاركترستيك بتاعت السكند جنريتر هي بوزيتيف ريال باور كل شيء، وهاي بوزيتيف ريال باور بس واحدة هيك شكلها واحدة هيك شكلها. الآن شو اللي بصير معنا؟ لو عندنا لود معين كم راح تكون الفريكونسي تاعت الأول وكم راح تكون الفريكونسي تاعت الثاني؟ 50 غصب عنا لأنه شو غال شو فلات صح؟ طب كم راح ناخذ من الأول وكم راح ناخذ من الثاني؟ فيش يجي لنا صح؟ كم راح ناخذ من الجنريتر الأول وكم راح ناخذ من الجنريتر الثاني؟ ما في شيء يدلنا. لكن لو كانت الكاركترستيك مثلا زي هاي الكاركترستيك، فرضا زمان كنا شغالين على هاي الكاركترستيك او سوري على هاي الفريكوانسي، عند هاي الفريكوانسي الجنريتر الثاني نطلع ريال باور بمقدار بي جي 2 والجنريتر الاولاني نطلع باور بمقدار بي جي 1. بعدين شو عملنا؟ تغيرت الفريكوانسي بشكل بسيط، فرضا تغيرت الفريكوانسي بشكل بسيط، فمعناته هذا حيغير الاوتبوت باور وهذا راح يغير الاوتبوت باور.
لو غيرنا اللود باور، لو غيرنا اللود باور، احنا كلياتنا مقتنعين اذا اهملنا الريال باور لوسز بي لود شو راح تكون؟ بي جي 1 زائد بي جي 2. بي جي 1 شو اللي بحكمها؟ هي السلوب، نيجاتيف سلوب كاركترستك صح؟ وهاي برضه نيجاتيف سلوب كاركترستك. هاي دلالة الفريكوانسي بنعرفها وهاي دلالة الفريكوانسي بنعرفها. فلو حليناهم المعادلتين عندنا الأول معادلة versus frequency والثاني معادلة versus frequency، بتصفي شيل هاي وعوض المعادلة اللي فيها frequency وشيل هاي وعوض المعادلة الفريكوانسي، مش بتحدد الفريكوانسي اللي راح نشتغل عليها، بس تحدد الفريكوانسي اللي راح نشتغل عليها. شو راح تعمل انت؟ راح تقدر تعرف النيو بي جي 1 والنيو بي جي 2. المعنى زمان لو كان فلات كاركترستيك ما كنا نقدر نحدد اللود شيرنج، كم هذا لازم يشيل وكم لازم هذا يشيل. اذا بدي اخفف كم هذا لازم يحمل بدون ما اغلب حالي، تخيل معي نزلنا الكاركترستيك تاعت البي جي 2 من هاي الكاركترستيك لهاي الكاركترستيك، انتقلنا من هاي الفريكوانسي من هاي الباور لهاي الباور. ليش انتقلنا من هون لهون؟ لانه ما غيرنا اللود. بما انه ما غيرنا اللود مجموعهم زي بعضهم، كم بي جي 2 نزلت نفس المقدار بي جي 1 زادت. وضحت ولا ما وضحت؟ اعيد بطريقه سريعه ولا واضحه؟ هذا الدياجرام اللي قدامنا بيشبه بيت ولا بيشبهش بيت؟ بيشبه بيت، فبنسميه الهاوسينج دياجرام. الهاوسينج دياجرام بيحدد لي الشيرنج بين الجنريترز. احنا حسب المعادله اللي شفناها قبل شوي، اللي هي شايفينها هاي شو معناها؟ كم الاوتبوت باور بالنسبه للفريكوانسي صح ولا لا؟ السلوب احنا حددناه 2% 3% ونقدر نغيره معي؟ طيب بعد هيك شو اللي راح يصير معي؟ شو بستفيد منه هذا السلوب؟ قلنا بي 1 زائد بي 2 غصب عنا بنتساوي البي لود اذا اهملنا اللوسز او ضفنا اللوسز مع اللود. بي 1 شو هي؟ بي 1 اوف اف سينكرونس، وبي 2 بي 2 اوف اف سينكرونس. شيل هاي وعوض الفريكونسي، شيل هاي وعوض الفريكونسي، واللود معك جيفن، بتقدر تحدد الفريكونسي لازم تشغل عليهم التو بارلل جنريترز. طب الان بدك تخفف الباور تاعت بي جي 2، شو بتساوي؟ بتغير الدروب كاركترستيك، يا بتزيدها يا بتقللها. احنا واضح معنا اذا زدناها حيصير التقاطع بالاخر، شو التقاطع بالاخر؟ عند هاي باور. عشان هيك شو سوينا؟ نزلناها. لما نزلناها نزلت معنا البي جي 2 من هاي النقطة لهاي النقطة. انخفاض الجنريشن على الجنريتر الثاني لازم يقابله زيادة بالجنريشن على مين؟ على الجنريتر الأول، يعني عشان يظل مجموعهم ماله نفس الاوتبوت باور. واضح؟ ممكن بس عشان ترسخ الفكرة، احنا ليش هيك نرجع كمان مرة، كان عندنا تو جنريترز، إذا لو واحد لحاله ما عندناش مشكلة. بس لما يكون عندي تو جنريترز شو بنسميهم؟ بارلل اوبريشن. البارلل اوبريشن راح يكون بيناتهم فايتنج حتى يحل اي ديستربنس. فقررنا انه نقول لهذا الك ست بوينت معين وهذا الك ست بوينت معين. طيب كيف نقرر الست بوينت؟ مضطرين نتعامل مع شيء لوجيك. الوضع الطبيعي اي زياده باور انخفاض بالفريكونسي بحكم مين؟ الداينامكس تاعت الشافت. ولا لا؟ صح؟ قانون نيوتن الثاني، سيجما تورك بتساوي جي دي اوميجا واي، اي زياده باور معناته تباطؤ بالشافت. فاحنا ماشيين مع نفس هذا اللوجيك، شو قررنا؟ نضيف دروب كاركترستيك. بدك اكثر اوتبوت باور بس بدنا ننزل الفريكونسي شوي. هاي الفريكونسي شوي نفس العباره اللي حكيناها، قلنا اي انتقال من باور لباور معناته لازم الجنريتر اذا زياده باور لازم يتسارع، صح ولا لا؟ فنفس الفكره، احنا هاي الفتره البسيطه اللي احنا عشناها بدنا نمثلها هون. الشغله الثانيه من الهاوسينج دياجرام نفهمها اكثر اللي هي اللود شيرنج. كل جنريتر كم لازم يشيل؟ انا بدي اكون بايست باتجاه جنريتر، بخلي السلوب هيك. اي تغير بسيط بالفريكوانسي، كنا عند هاي الفريكوانسي انتقلنا لهون، فمعناته التغير في الباور كم مقداره؟ كل هاي الفتره. واضح؟
لكن لو كان عندي الكاركترستيك هيك انتقلنا من هاي النقطة لهاي النقطة، كم التغير بالباور؟ مقدار بسيط جدا. فالجنريتر واحد والثاني هو اللي بقدر. ليش؟ احنا بالعاده بناخذ باور من الجنريتر الارخص. لو فرضا جنريتر فلل خلص اخذ كل طاقته، شو اساوي فيه؟ بعدل الكاركترستيك تاعته وبخلي لارج سلوب. شو يعني لارج سلوب؟ فيش مجال يعدل باور كثير، لا بلس ولا ماينس. ليش؟ انا اخذت منه اكثر شيء لانه ارخص جنريتر، والجنريتر الثاني الغالي خليها شوي تخف عنه الباور. واضح؟ تمام ولا مش تمام؟ اللي هي اللود شيرنج. من وين؟ للهاوسينج دايجرام. طيب اخر موضوع معنا، تغيير الفار بيكون عن طريق الشر، تغيير الفار عن طريق اللي نسميه الجفرنر اللي هو السبيد كنترول تاع التيرمين، برضه باور كنترول. نعم بس الجنريتر الثاني نزلناه عشان ما ينزلش للباور عالي، صح؟ اه طب هو ما نزلناه، زاد الجنريتر الاولاني. بالضبط هذا اللي احنا كنا بدنا اياه، بدنا نخفف الحمل على الجنريتر الثاني ونزيده على الجنريتر الاولاني. ليش؟ لاسباب كثيره معي. ممكن في حاله تكون معكوسه ونخلي السلوب اللي هون عالي والسلوب اللي هون اقل. ماشي. طب اخر موضوع معنا اللي هو اللود كابابيليتي كير. اللود كابابيليتي كير مش موجود بالنوتس، بس ركزوا معي هون، مضطر افتح صفحه فاضيه انا على اساس انه ما يغلبناش. اللود كابابيليتي كير، احنا قلنا عندنا ستيتر وعندنا روتر، ممنوع نقدر الستيتر وممنوع نقدر الروتر، مظبوط ولا لا؟ طب لو حكيت لكم انه كيف ممنوع نقضي الستيتر؟ ممنوع يدور فيه امبير يحرقه. يعني ايش اللي يدمر؟ الاوفر فولتج والاوفر كارنت. الاوفر فولتج احنا عليكم عليه بروتكشن، عليه كنترول بحيث انه ما يزيد الفولتج، ماشي؟ على حد معين. ضل عندي الكارنت تاع الارمشر والكارنت تبع الفيلد. الكارنت تاع الارمشر مش لازم يتجاوز حد معين. يعني لو احنا رسمنا العلاقة، لو كان عندي low current higher current higher current لحد معين للcurrent rated، إذا السيركل هاي بتمثل لي rated current أو الـ IA max ممنوع نتجاوزها، آه ولا لا؟ أنا بدي أحاول أشرح بسرعة فخايف إنه يطلع معي بالآخر مش مفهوم. عندنا stator parameters و rotor parameters عشان الستيتور ما ينحرق، ما يتأذى الستيتور. مش لازم الـ IA تاعت الستيتور تتجاوز حد معين. احنا الأصل الكرنت مربوط بالأس زي ما تعلمنا بالترانسفورمر، احنا كل ما زاد الأس زاد الـ IA. طيب السينكرونس جنريتر، سينكرونس جنريتر لو قلنا هاي B وهاي Q، الأصل B rated أو سوري S rated، النيم بليت تاعت السينكرونس جنريتر بالكيلو وات ولا بالهورس باور؟ كيلو فولت امبير. بالميجا فولت امبير. ليش ميجا فولت امبير؟ لاني ما بقدر اطلع ريال باور بدون ما اطلع للرياكتف باور، صح؟ لازم اطلع بالاخر، لانه الامبير اللي احنا بنحكي عنه جذر البي سكوير بلس كيو سكوير، والبي والكيو الاثنين مهمات معنا، فبالاخر الوحده تاعته اس مش بي ريتد، اه ولا لا؟ الوحدة تاعته أس، عشان هيك أس تاعته مش لازم تتجاوز حد معين، عشان مش لازم تتجاوز حد معين هاي الأس ماكس أو الأس ريتد خلينا نسميه، ولا تروحوا لي للإندكشن، ها؟ الأس ريتد مش لازم نتجاوز، ممنوع حتى لو بدك ريال باور بهذا المقدار بكل مقدار الأس لازم شو تكون؟ زيرو رياكتيف باور. واضح ولا مش واضح؟ لو بدك تسحب ريال باور بهذا المقدار برضه لازم تكون ايش؟ يعني هاي الاس، هاي الاس جزء منها الريال كومبوننت، شو هي؟ البي والكيو كومبوننت، الامجنري كومبوننت اللي هي الكيو. هاي الاس المتاحه قدامك، اقل من هاي مش مشكله، هاي عندنا اس هون، سواء اخذتها كلها ريال اخذتها رياكتيف ما عندناش مشكله. وين الصعوبه؟ نوصل الليمت، لما نوصل الليمت لازم تكون يا بيور ريال يا بيور رياكتيف او بالنص بيناتهم هون، مع مثلا مع 45 درجه. فعند 45 درجه انت مش قادر تاخذ كل الريال باور،
شو اللي منعك ما تأخذ كل الريال باور؟ جزء لا، لأنه أنا صح بدي أخذ ريال باور، بس في معها مجبر أخذ رياكتيف باور زي الفي كير صح؟ فبالتالي راح يزيد الأمبير وما راح يسمح لي أوصل لهاي النقطة. واضحة ولا لا؟ قولي أكيد؟ ففي سيركل هاي، طبعا في شيء أنا غلط حكيته قبل شوي، شو هو؟ أنا أقول لك جنريتر بدي ترجع عليه ريال باور، مو اسمه جنريتر. فهاي الجزء اللي هون تنساه من حياتك كلياتها. هذا الاشي مش ممكن. ليش مش ممكن؟ لانه موتر مسموح الجنريتر يشتغل موتر، واحنا شرحناها قبل شوي بتدمر. فهاي المنطقه اللي مسموح لنا نشتغل عليها. طيب هذا هاي ستيتور ولا روتر؟ هاي بالنسبه لنا ستيتور. طيب الروتر، الروتر شو مشكلتنا معه؟ مشكلتنا مع الاكسايتيشن. احنا كنا نحكي ان هاي في فيز وهاي اي جي اي اي اكس اس وهاي مين الاي اي، عند الاي اي ات كونستنت اكسايتيشن كانت على هذا الراديوس صح، على هذا السيركل مزبوط ولا لا؟ نفترض ان هو هذا بيمثل اكبر اي اف، لانه الاي اي ماجنيتيود شو بتساوي؟ كي في فاي في مين في يومين، هاي وهاي كونستانت صح؟ فا اي اي ماكس اي اي ماكس ات اي اف ماكس. فلو افترضنا هاي السيركل شو بتمثلنا؟ اي اف ماكس، هاي ات اي اف ماكس. في عندكم مشكلة؟ في مجال نشتغل على شيء اعلى من الاي اي هاي اللي هون؟ لا، ممكن نشتغل هون، 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 بس ايش؟ ما نتجاوز السيركل. واضح؟ طب كيف نجيب هاي وهاي بنفس بعض؟ طب انت هون بتحكي عن روتر، عن اي اف ممنوع يتجاوز السيركل اللي هون، وهون بترسم عن هاي الكاركترستيك، لازم الاثنين يصيروا مع بعض. اذا بتلاحظ ان الرابط اللي بيناتهم انه احنا كنا نقول هذا الدياميتر او الراديوس اللي هون امبير لاجنج او ليدنج، هون لاجنج وهون ليدنج صح؟ هون الأمبير اللي احنا ندور عليه. فتعالوا ندمجهم الاثنين سوا، الاثنين سوا ارسمهم بسرعة. كان هاي الرسمة صفر وننهي بفي فيز، انا بدي ارد اعيد رسمتها واكتب هون صفر بصير، وهون شو بيكون؟ ماينس في فيز. بصير ولا ما بصيرش؟ بصير. ليش بدور هون؟ لانه هون كنا نرسم مين؟ جي اي اي صح؟ اكيد في اكس اس، بس عشان انا ارسمها هون، هذا الكرنت اللي عندي هون شو هو؟ جي اي اي اكس اس، وهي الرسم اللي هون شو كانت؟ اي اي. هذا امبير او فولتج، هذا سوري، كيف بدي احوله لباور؟ لان انا بدي هذا عشان اقدر اشبكهم الاثنين مع بعض، بدي اضربه بي في فيز على اكس اس وهي ثلاث. لا بيرنت هو فهذا نفس الشيء، شو حضربه؟ ثلاث في فيز على اكس اس، وهذا تضربه بثلاث في فيز على اكس اس. هاي شفتوها قبل هالمره ولا ما شفتوهاش؟ ناقص في فيز سكوير على اكس اس للهوم ورك، ما غيره. شفتوا الهوم ورك السحري اللي كنا نعطيه في سيركت ستور؟ يعني ما كنا نرميكم فصل عبث، لا محتاجينه طول الوقت. فتعالوا نرسم هاي، سوري، شو هاي طلعت معنا؟ في ثلاث هون، شو هاي؟ طلعت ثلاث جي، في جي ناقص، في جي راح، في شيء غلط، شو بلا ناقص جي عندي، شو هاي بالنسبة لها؟ ثلاث اس ثلاث اس، لا مش ثلاث اس. احنا الباور شو بتساوي؟ ثلاث بي فيز اي فيز وساين فاي صح؟ اس بتساوي ثلاث بي فيز اي فيز بي فيز اي فيز. هاي شو كانت قبل شوي؟ جي هي حلها اي اي اكس اس، عشان تصير معي بي فيز
انا بحكي بس كماجنيتيود صح. شو هاي لازم تنضرب؟ ضرب في فيز على اكس اكس اس ضرب 3. مش هذا اللي احنا عملناه في كلياته؟ فهاي لحالها شو صفت؟ هاي الجيم عشان ما تزعلش. شو هاي صفت معنا؟ هاي راحت مع هاي، شو صفت؟ 3 في فيز اي كي صح؟ شو هاي؟ مش نفسها الابيرنت بول؟ تعال ننقلها هناك. السنتر تاع السيركل هاي وين موجود؟ هون صح؟ اه. مش احنا من هون كنا نرسم السيركل؟ مش هون كنا نرسم السيركل هاي؟ اه ولا لا؟ بلونا نرسمها السيركل الجديد، شو حيكون السنتر تاعها؟ ناقص ناقص 3 في فيز سكوير على اكس اس. من هون راح ارسم سيركل صح؟ خلينا اغمقها اكثر هون. شو معناته؟ انت بدك تشتغل ضمن هاي السيركل، ممنوع تشتغل برا هاي السيركل. فالمنطقه هاي اللي هون مسموح تشتغل عندها؟ مش مسموح، مع انه الستيتور كان يسمح. بس مين اللي ما سمح لناش؟ الروتر صح؟ في نقطة أخيرة عشان ننهي فيها، اللي هي الجزء مهم كان معنا بالهي كيرف. شو هي؟ الهيتنج ليمت الريجن هاي الهيتنج. هاي شو كان معناها؟ أنت ماخذ كيو كاباستيف صح؟ وبالمقابل لو باور سوري لو رياكتيف باور. فخلينا نشيلها. هاي وين راح تظهر معنا؟ هاي الكيو، هاي الكيو الكاباستيف صح؟ فهاي المنطقة اللي هون هيتنج. ليش هاي المنطقة هيتنج؟ ليش المنطقة هاي اللي هون هيتنج؟ لأنه الكيو سوري الفلكس فيري ويك، وانت بدك منه ريال باور صح؟ مش مسموح هذا الشيء. واضح؟ فبصفي معي الكيرف كيف شكله؟ هاي جزء ساكن هون جاي هيك شكلها، وهاي هيك شكلها. ماشي؟ لسه في كمان نقطة أخيرة عشان ننهي المحاضرة هاي. شو هي؟ مرات البرايموفر ما بيقدر يعطيك ريال باور كل هاي، بيضطر يعطيك ريال باور أقل الكابابيليتي تحت البرايموفر، فبنضطر نقص منها شوي. هذا اللي هون قصنا، ليش قصنا؟ بحكم إنه البرايموفر، إذا كان الكابابيليتي تحت البرايموفر، لأن البرايموفر ميكانيك، شو يعني ميكانيك؟ ما عندهم مش رياكتيف باور صح؟ فإذا أنت بدك ريال باور ممنوع تتجاوز هذا الحد. لكن إن ما كان عنده هاي المشكلة نستثنيها، بنوقف على نستثني هاي الريجن ونستثني مين؟ هاي الريجن. هاي الريجن اللي هون ممكن نستثنيها وممكن ما نستثنيها حسب البرايم اوفر بتحمل ولا بتحملش. صعب اللود كابابيليتي كيرف. دكتور ما تسأل كيف هون جبنا الماينس 3 فيز تبريع على اكس؟ هاي احنا كنا بالبداية طلع معي صفر في فيز صح؟ معي ولا لا؟ وبعدين جي اي اي اكس اس وبعدين اي ال. تخيل معي في فيز شو ماله؟ ملوش زاوية، يعني لو ضربتهم هذول كلياتهم في فيز ما حيتغيروا شيء. اه ولا لا؟ لو قسمتهم على اكس اس مش جي اكس اس، لو قسمتهم على اكس اس ما حيتغير فيهم شيء. ليش؟ لأن أنا ضربتهم بسكيلر، الفيزر دياجرام ما حيتجعلك، حيضل نفس الشكل بس اللهم إيش حينضرب وإيش سوري كلياتهم راح يضربوا بنفس الأمبليفيكيشن أو نفس الأتنيويشن، آه ولا لا؟ كانت بالنسبة لهذا الصفر، كانت هاي السيركل اللي إحنا بنشتغل عليها، ما تغيرناش شيء. الآن محتاجين نشبك هذا لأنه بيمثل لي الأبيرنت باور، هذا مقدار الأبيرنت باور، صح ولا لا؟ مضطرين نشبكه هون، فمضطرين انه يكون الريفرنس تاعنا بدايتنا وين؟ الصفر هون. هذا فولتج احنا بدنا اياه ابيرنت باور او ريال باور او باور، فبالتالي زيرو اكسس او الاوريجن وين حتكون؟ النقطة اللي هون تمام؟ فبما انه هاي صارت صفر، كان هذا المقدار في فيز سكوير على اكس اس، شو بده يكون هون؟ ناقص في فيز سكوير على اكس اس تمام؟ ورسمناها هاي السيركل اللي طلعت معنا هون ها؟ بس قلنا النيجاتيف مالهاش علاقة لأنه موتور، بتصفي معنا هاي اللي هون. ماشي؟ تمام؟ طيب يعطيكم العافية، بضل عندنا السينكرونس موتور اللي هي المحاضرة الجاية. سلام.